لشوط آخر من أشواط التحدي من الأشواط الإثارة. شوطنا 13 تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا 13 الخاص هنا أيضا بالإذاعة البكار المحليات الأصايل هنا أيضا لأصحاب السمو والشيوخ في انطلاقات هذا المساء الجميل. نتابع معكم مسيرة هذه الأشواط، نتابع هذا الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع الإثارة والصدارة. والمركز الأول منصورة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري هي المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني أم صيحة تأتينا على المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة غانم بن مصر بالقوبع. وعلى المركز الثالث تأتينا طاري من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهناك تأتينا شواهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري. ومنصب تأتينا على المركز الرابع هنا أو المركز الخامس، منصب هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير المنطلقة على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس من صوغان تأتينا سادسا سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وعلى المركز السابع، المركز السابع هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، من حظى بنقطة الشوط الماضي ايضا في هذا المساء الرياضي الجميل. شكرا يا ابو عبيد على هذا الاداء المميز، احد شباب الخوانيق. اينما المركز الثامن وثامن المراكز تاتينا مختاره لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده عتيق بن سالم بن عرطي الحميري المنطلقه هنا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع وتاسع الانطلاقة والقادمة هنا على تاسع المراكز في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم الدانة بقيادة سالم بن مطر بن هذا لقتبي ومشكورة. على المركز العاشر من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى. نهى على حضراتكم، نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ومنصورة من انطلقت على صدارة على المقدمة تقدم لنا هذه الصورة الجميلة. منصورة على الصدارة على المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هناك أيضا سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري. ومع المركز الثاني هناك شواهين ايضا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري. ومصيحة القادمة مصيحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة غانم بن مصر بالقوبع. وطاري طاري ايضا منطلقة على المركز الرابع وعلى الثالث هذه اللحظات. طاري من تنطلق لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. والوصول، الوصول من هملولة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري وبن صغان. تأتينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرق الحميري. نعم بهذا الأداء المميز الجميل والوصول، الوصول في هذه لحظات من قبل منصب، منصب القادمة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير المنطلقة هنا. ها هي النتائج السباعية، سباعية جميلة بأداء جميل وعرض مميز. مشاهدين الكرام، سبع في موقع واحد بأداء مميز وعرض جميل.
جميل يا سلام. ولكن هناك منصورة على الصدارة، منصورة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. منصورة سيدي سمشق حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري سفير المضمرين هنا بهذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني والمركز الثاني تأتي هملولة تمشق مكتوم من حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري وبن صغان المنطلقة على المركز الثالث. تمشق راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد مسري بن سالم بن عرطي الحميري. هناك طاري ومنصب قادمات من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، والوصول هنا الوصول من مختارة. ثم الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري بهذا الأداء مشكورة. قادمة من هجنة العاصفة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد نخيلي أيضا تتسلل بدورها بهذا الأداء الجميل. الدانة القادمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن مطر بن حاذة لقتبي، والقادمة هناك أيضا والمنطلقة حشيمة. ثم الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي لعويسي من تأتينا هنا في هذه المسيرة. والوصول من بشاير. ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد في تضميرها وبعودة إلى صدارة. نعود إلى الصدارة، وهنا انطلقت في هذه اللحظات هملولة، انطلقت هملولة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هملولة من تنطلق بأداء جميل وعرض مميز. هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سعيد بن عبيد الحميري، ومنصورة على ثاني المراكز سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري. ولكن مشكورة القادمة بكل قوة من هجن الرئاسة بقيادة البارع عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي، وتأتينا مختارة على ثالث المراكز هذه اللحظات، وتتسلل بدورها لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. ولكن مشكورة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وتقدم لنا عرضها المثير والرائع على صدارة هذا الشوط. تحمل شعار هجن الرئاسة هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا هجن الرئاسة على فوز مشكورة بالمركز الأول. تهانينا لعيسى بن أحمد بن مايد الخيري ولحظة الوصول إلى قطة النهاية. المركز الثاني مختار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم هملولة. في المركز هنا أيضا الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم بشاير. في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم. والمركز الخامس منصب من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصوله هنا أيضا مشكورة إلى خط النهاية، معلنة الفوز ومعلنة الناموس بتسع دقائق 27 ثانية. وفاء وتماما وكمالا تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. بينما المركز الثاني كان مشاهدينا الكرام من نصيب مختارة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بن عرض الحميري بتسع دقائق 29 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت زمني. أما على المركز الثالث فكان من نصيب هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. تهانينا لو الناموس قاطع المسافة تسع دقائق 31 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية هو توقيتها الزمني. We'll be right back.